بسم الله الرحمن الرحيم. هذا التسجيل لفريق دوري مامز، وأيضا سيكون على التليجرام في ثقافة أو هاشتاج إديو إيت ثقافة. وهنا الحمد لله الخطوط العريضة للبرنامج موجودة في هذا التسجيل، وأيضا على اليوتيوب سيكون التسجيل موجود، وهو يعني هذه الصفحة التعريف بالمشروع الذي يشارك فيه فرقة فيها الكتاب المنتجين، يعني لهم كتابات، وفيهم المخرجين لهم مسرحيات أخرجوها، وفيهم أيضا المغنيين والعازفين، عازف على العود وعازف على الإيقاع، وهم ليسوا هو، يعني هم ممارسين قد يكونوا لم يؤسس من قبل لهم برنامج، لا بشكل فردي ولا بهذه المجموعة أو مجموعة مثل هذه. فكما نرى في الصفحة أمامنا وسنبدأ إن شاء الله في النشر الـ MOU اللي هي Memorandum of Understanding مع شركائنا. التوقع أنه يبدأ البرنامج إما 3 أيام في الأسبوع أو 4 أيام في الأسبوع على الحد أقصى. طبعا أبشر الجميع إنه أوجدنا البديل، فالانطلاقة مضمونة بإذن الله. يعني في أحد يهمني وتم الاتفاق معهم، لكن حيكون هو آخر، يعني سنذهب إن شاء الله يوم الجمعة كما تعلمون إلى المكان لا أذكر أسماء، يعني في منطقة الشيخ زايد، والمكان يكون طبعا مطعم، فنحن مستهدفين، ثم مستهدفين إن شاء الله طبعا على أساس يوم الجمعة يكون هناك في الشيخ زايد، ويوم أو تاني يوم، طبعا يوم الاثنين سنذهب سويا، يوم الثلاثاء نروح للمكان الثاني. طبعا إذا حجز يوم الجمعة ممتاز، على فكرة تكلفة يوم الجمعة 5 أضعاف تكلفة الأيام الثانية،
لأنه عندنا الجمعة. والآن نحن بنغري بيوم الجمعة على أساس أنه يكون التكلفة تساوي اللي هي لعشرين أسبوع طبعا. وذكرنا يعني أنه طبعا تكلفة بسيطة يدفعها المشارك اللي هي 80,000، بس بإذن الله لو استمرينا حتصير الجمعة ب200,000، يعني 20 بعد العدد. أو لو ما أخذت الجمعة حنبدأ بيوم، ممكن الاثنين أو كذا، وهذا مضمون، أو الأربعاء، يعني عندنا الاثنين والأربعاء، فهذا مضمون الحمد لله، يعني أبشركم يعني. طيب الفقرات واضحة، لكن الجهة الأيسر هي أهم مهمة، فأنا سأشرحها لأنه هي اللي فيها غموض. الفقرات واضحة طبعا، أرجو أنها تكون واضحة لأنه فيها الدقائق وفيها كشف الستارة وقفل الستارة وكذا. فطبعا المجموعة هذه الهدف الرئيسي هو نشر الثقافة بالترفيه، ثقافة براج ABC. طبعا مكتوبة أمامكم براج، ما يحتاج يعني أكتبها تاني أو أقولها، لكن أحب أن نتكلم عن الجهة اليسار اللي مكتوبة بالإنجليزي يعني شيئا ما. طبعا هي مشاركة الجمهور، ذكرنا A01 من اليسار، B01، C01، وبعدين ذكرنا آرتيكل اللي هي مقالة، وبوك يعني مقالة الأولى، بوك 01، وكروكلم. كروكلم معناها منهج. ذكرنا هذه أمام بسم الله الرحمن الرحيم. فارتيكل 1 هي الآية الأولى، وبوك 1 نعتبر كل سورة بوك، كتاب، وليس يعني الصورة أي صورة كتاب، حتى سورة إن أعطيناك الكوثر كتاب. أما الآيات تعتبر أرتيكل اللي هي فقرة، يعني فقرة زي آية. وأهم شيء الكروكلم، يعني الآيات هي كروكلم يعني منهج، يعني بسم الله الرحمن الرحيم منهج، بعدين نجي الحمد لله رب العالمين منهج، يعني كتاب الفاتحة هو بوك ون، الفاتحة صورة واحد، يعني الصورة هي بوك. فكتاب الفاتحة في 7 آيات، يعني 7 articles. طبعا articles يعني معروفة جدا، اللي هي مقالة، ما هو فقرة، مقالة، يعني المقالة أحيانا تصير صفحة، صفحتين، 4 صفحات. أحيانا في مقالات يكتبوها في يعني أحد في كاتب في الصحيفة تحت عنوان نفس المقالة يكتب كل يوم مثلا مدة 6 شهور أو سنة العمود. فهنا بعدين كتب السطر الثاني يقول جي أكبر من OR وأكبر من، وهذه كتابة العربية بالأحرف الإنجليزية قرآن. يعني إذا في جي أكبر من ما نقول قرآن،
قرآن. وإذا هاشتاج ABC اللي هو قلنا ريفرنس يعني المرجعية في القرآن. فالعمود اللي في اليسار سمينا ABC Legacy يعني القرآن، الصور والشباتر للصور في القرآن. فإذا السبع آيات هي اللي في اليسار، رقمها A01، و A01 يعني بعدين هناك في C01 منهج. فهذه كلها منهج، السبع آيات يعني كل آية منهج. طبعا لو تلاحظ في اليسار استخدمنا أرقام غير الأرقام اللي في اليمين. الأرقام اللي في اليمين للمجلة ولكتابنا وللعلم الجديد عن الفاتحة مثلا. فالأرقام اللي في اليمين هي اللي حنستخدمها. طبعا في رقم هنا اللي هو طلع غلط، آخر رقم المفروض بدل 20 يكون 22. يعني إذا وجدت الرقم الأخير اللي هو آخر آية تكون 22، يعني منهج 22. فهنا الرقم اللي في اليمين في XI ABC XI، يعني الشيء Legacy يعني الشيء القديم اللي هو نفس القرآن ما نغير فيه، لكن في كتابنا اسم المناهج والفقرات. فمنهج 22 اللي الآية الأخيرة 7 اللي هي أطول آية، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هذه منهج اللي هي تعريف الصراط. أما يهدنا الصراط المستقيم هذا منهج برضو اللي هي آية رقم 6. أكتفي بهذا القدر وشكراً.